بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات أولى ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا ما زلنا معكم مع حل النموذجي للفرض الأول كمراجعة. إذا اخترت لكم أربع تمرينات، طبعا ما راحش يجيكم أربع تمرينات بهذا الحجم الطويل، لا، أنا جمعت لكم كل المعلومات باش تستفادوا منها. بعدما حلينا التمرين الأول، التمرين الثاني، التمرين الثالث، وصلت للتمرين الرابع، أين جمعت عدة مساواة المطلوب البرهان بها، البرهان عليها. إذا أول مساواة هي 3 3 3 3، يعني 5 3، الكل أس 2. إذا ممكن نقرأ العدد التالي: 3333 مربع زائد 4444 مربع تساوي 55555 مربع. إذا جاء السؤال البرهان على المساواة التالية، ولكن أنا أظن أنها مساواة إعجازية. لماذا؟ أنا عندي لكل نطلب هذا السؤال راح نزيد لكم الملاحظة التالية: مع 3333 تكتب على الشكل 3 في 11111، باش تسهل لكم البرهان على هذه المساواة. كيف أبرهن على هذه المساواة باش تمد لكم أفكار؟ شوفوا معايا. إذا للبرهان على هذه المساواة، كما درت لكم درس البرهان على مساواة، كيكون عندكم البرهان على A تساوي B، يا إما أنتقل من العبارة A باش نوصل إلى B، أو أنتقل من العبارة B باش نوصل إلى العبارة A، أو أنتقل من A، من العدد A لكي أصل إلى B، أو أنتقل من العدد B لكي أصل إلى A. هنا في هذه المساواة هنا ما نقدرش أنطلق من هذا العدد باش نصل الى المجموع العددين هذو، هنا راح انطلق من مجموع هذين العددين باش اصل الى هذه النتيجه. ولكن قبل ذلك مديت لكم في التمرين ملاحظه انني 3333 ممكن كتابتها على شكل 3 في 11111، انطلق من هذا، استعمل درس القوى. الان بما ان هذا العدد يساوي هذا العدد، اذا راح نستعمل القوى، نربع الطرفين. إذا نكتب نربع الطرفين، طبعا العددين موجبين، عندي الحق في تربيع الطرفين. ثم واش راح نلقى؟ راح نلقى 3 في 11111. إذا نكمل هنا، نوزع الأس على 3 وعلى 11111، تصبح عندي 3 أس 2 في 11111 الكل مربع بتطبيق خواص القوى، ويخرج لنا 9 في 11111 الكل أس 2. المهم لا علينا، بنفس الطريقة راح نكتب هذا العدد بنفس الطريقة. إذا 44444 الكل أس 2 نكتبه على شكل 4 في 11111 الكل مربع، يخرج لي بتطبيق خواص القوى 4 أس 2 في 11111 الكل أس 2. الآن راح نكتب هذين المجموعين. إذا نكتب، نعوض كل عدد بما يساوي، قلنا 3 أس 2 هو 9 في 11111 الكل مربع، زائد 4 أس 2 16 في 11111 مربع. ثم بعد ذلك نشوف أن 11111 عامل مشترك، أستخرجه كعامل مشترك، مش يخرج لي؟ إذن مش يخرج لي؟ يخرج لي هنا 9 زائد 16، وتابع العملية. إذن 9 زائد 16 هي 25، ثم بعد ذلك 25 ممكن كتابته على شكل 5 أس 2. مرة أخرى هنا عندي هذا العدد أس 2 وهذا فيه مضروب في عدد أس 2، إذا هنا راح نكتب هذا العدد على الشكل التالي بتطبيق خواص القوى: 11111 في 5 الكل أس 2. عندي الحق لأنني طبقت إحدى خواص القوى اللي هي A في A أس N في B أس N تساوي A في B الكل أس N. ثم بعد ذلك هنا وش عندي؟ نضرب 5 في 11111، وش تخرج لي؟ تخرج لي 55555 الكل أس 2، وبالتالي تحصلت على النتيجة المطلوبة.
اذا بعدما حليت هذا السؤال نجي للمساواة الثانية. المساواة الثانية هي المطلوب مني ان ابرهن ان 1 ناقص نصف في 1 ناقص ثلث 1 ناقص ربع الى غاية 1 ناقص 1 جزء من 100 يساوي 1 على 100. كيف ذلك؟ طبعا ما راحش ننطلق من هذا الطرف باش نوصل لهذا الطرف، لا، راح انطلق من هذه العبارة تاع الجزء الايمن الايسر باش نلقى 1 على 100. هنا واش راح ندير؟ راح اوحد المقامات. شوفوا معايا كيف ذلك. اذا بدا وحيد المقامات، هنا نوحد المقامات، واش يخرج لي؟ 1 ناقص نصف، هنا تصبح 2 ناقص 1 على 2. اذا 2 ناقص 1 على 2. هنا نوحد المقامات، المقام المشترك هو 3، تصبح عندي 3 في 1، 3 ناقص 1 على 3. ثم هنا نوحد المقامات، تصبح المقام المشترك هو 4، نضرب 4 في 1 4 ناقص 1 على 4 الى غاية ان اصل هذا الطرف. نوحد المقامات، هنا تصبح لي 100 ناقص 1 على 100. طبعا هنا لازم نزيد طرف، هنا واش كاين قبل هذا؟ كاين 1 ناقص 1 على 99. اذا 1 هنا 1 ناقص 1 على 99، هنا يخرج لي 99 ناقص 1 على 99. هنا عندي نقاط. الان اكمل، هذه تساوي 2 ناقص 1 1 على 2 في 3 ناقص 1 2 على 3 في 4 ناقص 1 3 على 4. نكمل نقاط. ثم هنا عندنا 99 ناقص 1، عندنا 98 على 99، وهنا اذا نكمل، هنا تخرج لي 98 على 99 في 99 على 100. واش نلاحظ؟ هنا اللي كنا نبدا في الاختزال، هنا عندنا 2 يختزل مع 2، 3 يختزل مع 3، هنا كون نكمل 4 يختزل مع 4 وهكذا. اذا هنا راح نلاحظ 99 يختزل مع 99 و 98 راح يختزل مع الكسر الذي كان قبل. واش يبقى لي؟ يبقى لي فقط 1، هنا يبقى لي 1 على 100، 1 على 100 لا يختزل، وبالتالي راح تكون المساواة تاعي تساوي 1 على 100، وبالتالي كون برهنت على هذه المساواة. اتمنى فقط ان يكون واضح. نجي للمساواة الثالثة. المساواة الثالثة واش عندي؟ شوفوا معايا، شوفوا معايا، عندي نصف زائد 1 على 2 في 3 زائد 1 على 3 في 4 زائد 1 على 4 في 5 الى غاية 1 على 2021 في 2022. يقول تساوي 2021 على 2022. هنا فقط لو كنت تلاحظوا ملاحظة بسيطة فقط، ان 1 على 2 في 3 اللي هو 1 على 6 ممكن كتابته على شكل 1 على 2 ناقص 1 على 3. شوفوا معايا، ندير توحيد المقامات، نوحد المقامات، المقام المشترك هو 6، 3 في 1 3 ناقص 2 في 1 1، 2 في 1 2، 3 ناقص 1 3 ناقص 2 1 على 6. كون تشوفوا بك ديروا بك هذه الملاحظة خلاص راح تحلوا هذا السؤال. إذا أنطلق من هذا الطرف لكي أصل إلى النتيجة تاعي. إذا راح تولي لي نصف زائد، هنا بدلا ما نكتب 1 على 2 في 3 واش نكتب؟ نكتب 1 على 2 زائد ناقص 1 على 3. بنفس الطريقة نكتب 1 على 3 في 4 بنفس الطريقة نكتبها زائد 1 على 3 ناقص 1 على 4. اللي كنت وحدوا المقامات لقوها النتيجة هي نفسها 1 على 3 في 4 زائد نفس الشيء 1 على 4 ناقص 1 على 5 إلى غاية أن أصل إلى غاية هذا الحد، آخر حد. نكمل الحساب، شوفوا معايا، نصف زائد نصف شحال يمثلي؟ يمثلي 1. ثم ناقص 1 على 3 يروح معنا زائد 1 على 3، ناقص 1 على 4 يروح مع زائد 1 على 4، ناقص 1 على 5 يروح مع زائد 1 على 5، حتى نوصل لحد 1 على 2020 يروح مع، شوفوا معايا هنا، يروح مع اللي قبله، ثم ناقص 1 على 2021 مع زائد 1 على 2021 يروح أيضا. واش يبقى لي؟ يبقى لي هذا الحد، إذا ناقص 1 على 2022. إذا 1 ناقص 1 على 2022.
بعد توحيد المقامات نلقاو التالي. إذا المقام المشترك هو 2022، هنا نضرب في واحد تولي لي 2022 ناقص واحد. 2022 ناقص واحد كم يساوي؟ يساوي 2021 على 2022، وهي النتيجة المطلوبة. آخر مساواة شوفوا معايا، عندنا جذر 3 تساوي جذر 2 زائد 1 على جذر 3 زائد جذر 2. هنا راح أنطلق من هذا الحد الأيسر لكي أصل إلى الحد الأيمن، عفوا الأيمن إلى الأيسر، يعني ننطلق من هذا الحد باش نلقاو تساوي جذر 3. شوفوا معايا، إذا جذر 2 زائد 1 على جذر 3 زائد جذر 2، هنا واش راح ندير؟ هنا نضرب في المرافق. إذا جذر 2 زائد 1 على جذر 3 زائد جذر 2، نضرب هذا الحد باش نردو نسبة، يعني مقام نسبته عدد الناطق. إذا نضرب في المرافق، مرافق جذر 3 زائد جذر 2، دائما قلت لكم ندي نفس الأعداد، نعكس فقط الإشارة في جذر 2. ولكن حذاري، ضربت هذا العدد الكسر هذا في البسط تاعو في جذر 3 ناقص جذر 2، نضرب المقام أيضا في جذر 3 ناقص جذر 2 باش ما يتغير ليش الكسر. ثم بعد ذلك أتحصل على التالي، إذا تساوي جذر 2 زائد هنا في البسط يبقى دائما جذر 3 ناقص جذر 2، ثم على هنا متطابقة شهيرة رقم 3 تخرج لي جذر 3 الكل مربع 3 ناقص جذر 2 الكل مربع 2، وهنا نتحصل على جذر 2 زائد جذر 3 هنا 1، إذا جذر 3 ناقص جذر 3 جذر 2، إذا زائد جذر 2 ناقص جذر 2 تروح، وش يبقى لي؟ يبقى لي المساواة تساوي جذر 3 وهو المطلوب إيجاده. إذا انطلقنا من جذر 2 زائد 1 على جذر 3 زائد جذر 2، وصلنا أنها تساوي جذر 3. بهذا أكون عند نهاية هذا الموضوع كاملا، نتمنى أنكم راح تستفادوا من كل هذه التمرينات. بالتوفيق للجميع، علامات جيدة للجميع، سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.